معاناة أخرى تضاف إلى معاناتهم المستمرة من غياب الخدمات والبنى التحتية وانقطاع التيار الكهربائي. مستقعات آسنة أصبحت بمثابة عش للحشرات الضارة والناقلة للأمراض في منطقتي النصر والفقراء بمدينة السماوة في محافظة المثنى. جبنا كلش جميع حشرة بالبيت، الله وكيلك، يجي المغرب وشوف لا يفيد بخور مال باك، كلش جبنا ما فاد. ما يزيد الطين بلة وجود هذه المستنقعات وسط الأحياء السكنية ما يشكل تهديداً لصحة السكان. هاي كلها أمراض، وخاصة يعني منطقة سكنية هي، يعني هاي الأمراض الأطفال خطية، يعني احنا نطلع الصبح للدوام يعني نشوف هيجي بلكي سواها منتزه خضار، على الأقل من الصبح هذه يطلع يشوف منظر حلو، مو شوف خيسة. وهاي حتى بالشتاء هاي تفيض الطب للبيوت، هاي الواحد منها البيوت هاي والله العظيم فاضوا وشالوا وباعوا، بلكي يشوفوا لنا حل. رد المسؤولين في المحافظة اقتصر على تأكيدهم أنهم رصدوا هذه المستنقعات ورفعوا مخاطبة بشأنها. هناك كثير من هذه المستنقعات تم رصدها من قبل مديرية بيئة المثنى، وهناك مخاطبات بين مديرية البيئة والقائم مقامين ورؤساء الوحدات الإدارية وكذلك البلديات لغرض ردم هذه المستنقعات أو تحويلها إلى مناطق خضراء، وخصوصا في المناطق المكتظة بالسكان اللي هي طبعا ذات السكان العشوائي. لا يقتصر التقصير الحكومي على ترك هذه المستنقعات دون ردمها، بل يتعداه إلى غياب كافة أنواع الخدمات الأساسية للمنطقة من رفع القمامة وتعبيد الطرقات أو رش المبيدات للتخلص من الحشرات مع دخول فصل الصيف. دائرة الصحة المثنى ما جاءت ترسل سيارة هاي تقتل الحشرات، نشوف قبالك المنطقة، يعني الحشرات أشكال والوان هنا، عدم توفير خدمات، البلدية ما جاءت تدخل هنا تشيل النفايات، الشغلة الأساسية هي بالمنطقة كهرباء ماكو، يعني المروحة ما جاية تشتغل، شوف قبالك عمود واحد عليه تقريبا 25 بيت. ليست المثنى المحافظة الوحيدة التي تعاني ما تعانيه من الإهمال الحكومي في ظل حكومات آخر ما يعنيها هموم العراقيين.